سلام البنات، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم غنحضر معكم واحد الوصفة جديدة اللي هي اون جينواز. هاد لا جينواز غنعطيكم المقادير باش غتجي معكم طالعة ومهوية، زعما فلافي من الداخل، وكذلك لذيذة وماشي ميد ما خالص، ما غتكونش ميد ما. تو لي غاتو تراديسيونيل كنستعملوا فيهم هاد لا جينواز، اون بياس مونتي، ان غاتو دانيفيرسير، بزاف ديال الحلويات، ولا بدا خصها تكون معنا هاد لا جينواز. ودابا غندوزو باش نشوفو المقادير. هنايا غنعطيكم القياس ديال قطر ديال 20 سنتيمتر، ان مول دو 20 سنتيمتر. انا خديت هاد الشكل، ولكن نتوما تيبقى لكم لو شوا تاخذوا اي مول فيه 20 سنتيمتر دو ديامتر. باش نحضروا هاد لا جينواز كنحتاجو عندي هنا 180 غرام ديال الدقيق ابيض، من الافضل يكون خاص بالحلويات، البيض بحراره المطبخ، السكر اللي غيكون القياس ديالو بنفس القياس ديال الدقيق 180 غرام، وعندي هنا الزبده. انا اصلا ما كنديرش فيها الزبده، لان ان غاتو تنحتاجو ديما تنديرو فيه دي كريم، كنخليه ناقصه زبده بلاش، وغادي ينجح واخا بلا زبده. ودابا غندوزو لطريقه التحضير. الحاجه غادي ناخدو ان كود بول على هاد الشكل هكا كما كتشوفوا، وغادي نهرس فيه البيض، وانا كندير بيضه ببيضه باش الا جات شي بيضه خامجه ما تخسر لياش كلشي. البيض تقريبا الوزن ديالو كيكون بين 50 حتى 55 غرام. خصنا نحافظو على المقادير ديال الوصفه باش تنجح معانا. هنا بعد ما درت 6 ديال البيضات غادي نزيد عليهم داك السكر سنيده اللي هو 180 غرام، لان كل بيضه كتاخذ معايا 30 غرام ديال السكر و 30 غرام ديال الدقيق. غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غندير فيها الماء وغنحطها فوق النار، ونحط فوق منها داك الكود بول باش نطيب البيض وبماغي. غناخذ واحد الخفاق يدوي وغادي نخفق داك البيض، وانا كنوزن الحراره ديالو على هاد الشكل هكا كما كتشوفوا. انا كنخفق وكنوزن حتى كنوصل 55 درجه. اللي ما عندوش ترمومتر يقدر يوزن غير بصبعو هكا، حتى ان الحراره ما غيبقاش يستحملها في يدو، يعرف بان البيض صافي طاب. غناخذ هاد البيض وغنديه للطراب الكهربائي، وغادي نطلع هاد البيض بواحد الشكل حتى لو فوليوم ديالو الفا تريبلي. نتوما كتشوفوا البيض كيطلع فواحد الساعه ما غاديش يبقى، غيبقى يبان لينا ما غيبقاش يطلع. غنشوفوا الكود بول بان داك البيض ما تيبقاش يقدر يزيد. هذا هو الشكل اللي بغيت نحصل عليه كما كتشوفوا، طالع مزيان وموسو. دابا غندوز ناخذ دقيق وغنغربلو باش نهويه يدخل معاه الهواء، ولا بد ولا بد ما تغربلو الدقيق. وغناخذ واحد لاسباتول اللي غتكون كبيره شويه، اللي ما عندوش يقدر ياخذ واحد معلقه كبيره، وغادي نزيد داك الدقيق تدريجيا على واحد 3 النوبات، وانا كندخلو في داك لا جينواز على هاد الشكل. كناخذ من التحت ديال البيض وكنطلعه على هاد الشكل. انتم الفيديو شارح نفسه، ما يحتاجش كاع نهضر فيه، انا غنخليكم تشوفوا كيفاش كندير. دقيق غنديرو كما قلت لكم على 3 ديال النوبات باش ما يتقلش معايا وينزل لتحت. حاولوا ما امكن لتحت تحافظوا باش ما، حيت كينزل وكيبقى في القاع ديال الكود بول. وكذلك ما نخليوش لا جينواز تنزل. المهم الفيديو شرح راسو، كتشوفوني انا كندخل داك الدقيق ولا جينواز بقى طالعه الفوق. بعد ما دخلت داك الدقيق كله في البيض، دابا غندوز نخوي لا جينواز في المول اللي ديجا شوميزي بالبابي كويسون او لا ورق طبخ. هذيك لا جينواز عمرات ليا لي دو تيغ ديال المول، وانا درت شويه داك البابي طالع، واخا الا طلعت كتر ما تفيدش. الفرن ديجا سخنته على 180 درجه من قبل، خصو يكون سخون 180 درجة. وغادي ندخل ليه هاد لا جينواز في الشبكة اللي جات الوسط، ونسد عليه، وغادي
نرجع نتلقى معكم بعد ما غادي يطيب هاد لجينواز. كنقيسها بيدي حتى كتبان ليا بانها ما بقاتش كتنزل، استاذ طابت. غادي نحيد داك البابي كويسون وها هو الشكل ديال لجينواز. هنا طلعت اكثر من 7 سنتيمتر، 7 سنتيمتر في لو بور اللي شويه كيكون نازل، دونك 8 طالعه. هذه كافيه انا باش نديروا بها ان غاتو مونتي بلي كريم، اي كريم ولا اون غاناش ولا شوف باش بغينا نديروها. هذا هو الشكل. دابا غندوز نحيدها ونحطها فوق واحد الشبكه باش ما تبقاش تعرق، هي باقا سخونه، كلها جات طايبه من الداخل من برا. اصلا الا كانت عامره اكثر من هذا الشيء غادي طيب من الجناب اكثر وغيبقى الداخل شويه خضر. انتما كتشوفوا كيفاش جات اللون ذهبي ومفشفشه زعما مهويه اللي فلافي. وهذا هو الشكل ديال لاجينواز ديالنا ديال اليوم. وان شاء الله الفيديو المقبل غادي نحضروا بها ان غاتو، يا اما ان فريزي او لا ان غاتو مونتي افيك اون كريم. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم، اون جينواز بيان مونتي وفلافي من الداخل. الى تبعتوا المقادير وتبعتوا الطريقه من الاول حتى الاخر غادي تنجح معكم هاد لاجينواز. والفيديو الجاي ان شاء الله غنحضروا بهاد لاجينواز ان غاتو افيك اون كريم اي دي فروي. فبقى ليا الا نودعكم ونقول لكم مع السلامه والى اللقاء في فيديو جديد. وديما ديما ديليس منو مع امينه.